أعراض ضيق الشريان التاجي زي أي ضيق في الشريان بيحدث في أعضاء الجسم، بيحدث نقص في وصول الدم لهذا العضو. وعندما يتم نقص الدم في وصول الدم لعضلة القلب، تبدأ عضلة القلب إنها تعاني من الآلام الصدرية. بيبتدي المريض يعاني من آلام في منتصف الصدر، قد يمتد إلى الكتف الأيسر أو الذراع الأيسر. هذا الألم يكون مصاحب للمجهود البدني أو العضلي، ويذهب الألم مجرد أنه المريض يستريح. من جدا الأعراض اللي ممكن تبقى برضو تشير إلى أعراض الشريان التاجي هو النهجان أو ضيق التنفس الغير مفسر بالنسبة للمريض. مريض كان ماشي طبيعي جدا، وبعدين ابتدى مع الحركة مع طلوع السلم ابتدى يعاني من ضيق التنفس، ده بالنسبة له شيء مش طبيعي. دي أحد الأعراض اللي ممكن تشير إن يكون فيه مشكلة في ضيق الشريان التاجي. ولو قدر الله أحد أعراض الشريان التاجي هو الوفاة المفاجئة نتيجة الجلطة الحادة التي قد تصيب نتيجة السدد الكامل للشريان الذي قد حدث. ننصح الجميع بمتابعة أعراض الشريان التاجي ومعرفتها والإلمام بها.